طلع سلاحه اهو، ضرب طلقتين في الرجال، ضرب لي 3 4 طلقات تحت رجليهم، وبعد كده راح ضرب الواد في قلبه بسبب حادثه عربيه. اسمه ايه الولد؟ اسمه عبد الرحمن طارق، عبد الرحمن طارق محمود عامر. طالب هو؟ اه طالب في ثانوي، الراجل جنب السواق بتاعنا يعني متعلم. ده من اللي على جلابيتي، ده من الناس بالظبط، واخد بالك؟ انا حوشت الظابط عشان الناس ما تموتوش، وادي سلاح الظابط معايا. الولد فين دلوقتي؟ ايه؟ ايوه معايا، هسلمه للنيابه. اه الولد فين دلوقتي؟ الولد ميت في المستشفى. مال والحكومه زي ما انت شفت ضربت نار علينا قد ايه؟ انا اللي مودي لهم الراجل في المستشفى، انا اللي مودي الظابط في القسم، خدته في عربيتي اتكسرت ودخلته القسم. حضرتك تقرب القتيل ايه؟ انا عمه. خدت الظابط من ايد الناس ودخلته القسم. انا هو اللي خرجه برضه من القسم غير المستشفى، هو اللي خرجه من القسم، ما كانش القسم عارف يخرجه يعني، كان موجود فوق. وانا كنت واقف جنب الداخليه من دلوقتي، انا الصوره اللي فوق دي انا هولعها بتاعت السيسي. انا بحب السيسي بس انا هولع له صورته. ليه بقى يا باشا؟ عشان خاطر هو حامي الداخليه. الداخليه مجرمين، احنا كنا بنقف معاهم نقول لا، كنا بنقف ضد الاخوان. الاخوان اللي ظهر عليهم اللي هم على الحق، انما الداخليه كل الضباط كلهم اصلا خونه ومجرمين، عشان لما تقعد عايل في ثانويه عامه عشان حادثه عربيه، ظابط بيتباهى بالطبنجه في جنبه عشان حادثه عربيه. احنا من دلوقتي هنولعك في صوره السيسي. عبد الرحمن عادي، رخبطه عاديه، انت ماشي على طريق وانا على طريق، تمام. خبطت في الشنطه وقفت، اتصل بعمه اتصل بابوه، جاله طب احنا هنجيب لك غيرها، احنا نعملها لك اللي انت عاوزه. ما عجبوش الكلام، مسك الواد حط اعتبار، راح مطلع الطبنجه ضرب طريقتين لفوق، الثالثه راح مديهاله والواد جاب بابوه في قلبه، طلع اللي بعديها راحت يعني علقت، طلع كانت طلعت كانت جت في عمه، يبقى كان موت الفارغ. ما ضرب يعني، هو ضربه قاصد يعني، هو ضربه قاصد مديهاله في وشه على طول، ضرب وش عشان كده. لولا الفارغ في الماسوره يا عم اللي انت عاوزه، الفارغ لولا الفارغ كان زمان موتوا الفرد. وديها التامين وتكلفتها عليهم، وديها الدنيا دي كلها عليهم. وطي يا احمد وطي، مفيش اي مشكله يعني، الناس ما عندهاش اي مشاكل. ايه بقى العافيه اللي انت عايشها دي؟ وكل واحد معاه سلاح دلوقتي، روح ضرب فيه وموت.